صحيح. رأيك ايه في اللي عمله محمد صلاح في هذه البطولة؟ لا محمد ليه ادوار كتير جدا جدا، محمد صلاح عمل ادوار كتير جدا جدا في البطوله. اولا هو كان بيحمي اللعيبه وبيدافع على اللعيبه بشكل كبير جدا، وده مهم جدا لان اللعيبه زي ما قلت لك في الفتره الاولانيه كان في نقد في بعض في بعضه كان نقد بناء، وفي بعضه كان نقد هدام جدا. صحيح. وكان تدخلات في حاجات مالهاش علاقه بالكوره. صلاح لما في المؤتمر لما طلع اتكلم عن ازاي نقف ورا المنتخب ونفصل بين الانديه وبين المنتخب، وده كان كلام مهم جدا. شفنا دوره داخل الملعب، شفنا صلاح ازاي بيموت نفسه جوه الملعب، وده كان مهم جدا جدا جدا. الروح لما تجيلك من لعيب زي صلاح جوه الملعب، لعيب قيمته التسويقيه وقيمته الفنيه كبيره جدا، واحد على ما اعتقد ان هو الافضل في العالم دلوقتي. صح. وتشوفه بيموت نفسه، انت لما تكون لعيب صغير او لعيب اول مره تشارك في المنتخب هتموت نفسك وتحاول تعمل زيه. غير ان دوره في الاكسترا تايم ازاي بيهدي اللعيبه، غير في ضربات الجزاء انه ازاي هو بيقول ان بيسال لعيبه مين هيشوط، يعني كان ليه ادوار بالكلام مع كيروش في ادوار ثانيه. فعلى ما اعتقد دوره مهم جدا، وقيمه صلاح دلوقتي خلاص يعني العالم كله عارفها. بالظبط.